ورجعنا مره تانية لحضراتكم بعد الاستراحه. ودلوقتي بقى اهو دحرجنا بقى البيض المدحرج، وهنبدا بقى ايه نشيله من هنا. يا سلام، نطلعه بقى في طبق. شايفين الجمال؟ والله الحتت الحمراء دي بتدي بقى شويه طعم. الله 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 الله. هنحطه بقى هنا لحد ما ايه يهدى بس شويه، وبعدين ايه نقطعه بقى ونقدمه مع الايه الكشري بتاعنا كده. وادي الصوص او الصلصه بتاعت الكشري، و شايفين الجمال. طيب نبص بصه اخيره هنا، اهي الشوكه. معلش بحب اقلب كده في النص. الله ريحته حلوه قوي ما شاء الله. وهنبدا بقى خلاص، بصوا بدا بقى اللي من تحت العدس. الله، واو. والجزر عامل شويه حاجات حلوه برضو. الله، طبعا مش عايزه ادوق ادوق، ما فيش كلام، مش هقول حاجه، لازم تجربوا يا استاذ سمير. انا مش هتكلم عن نفسي يا فندم، هو الكشري يتحدث عن نفسه. طيب يلا بينا، هنعمل دلوقتي وصفه. الولاد بقى الصغيرين حبايبنا اللي اخذوا اجازات وايه خلاص امتحانات، صغيرين بيحبوا دايما الحاجات اللي بالشوكولاته، يحبوا يشربوا مشروبات بالشوكولاته. خلينا نهتم بيهم، نعمل لهم كده نوع من انواع البودنج محبب قوي، وهو بالظبط نفس طريقه يعني تقريبا 99% من الطعم اللي بيشتروه في العلب الجاهزه من السوبر ماركت، ولكن مكلفه جدا، لكن بيحبوه، والعلبه ما بيبقاش فيها كم كبير. خلينا نقول لكم مقادير لطيفه جدا حضراتكم تعملها لهم في البيت، تعمل لهم البودنج ده وياكلوه ويبقى حتى صحي. انا اخترت فيه الكاكاو الخام، ولو عايزين تضيفوا منه قطع من الشوكولاته الخام يبقى افضل واجمل، علشان نستفيد من ايه؟ من وجود الشوكولاته الخام اللي هي فيها نسبه الكاكاو 70%، صحيه اكتر، بس نقولهم طعم يكون كويس. طيب عندنا هنا بودنج للشوكولاته، عندي 3 كوبايات من اللبن، 3 معالق كبار من الكريم شانتي، 3 معالق كبار من الكاكاو، و3 معالق كبار من اللبن البودره، باكت من الكريم كراميل، 2 معلقه كبيره عسل. مصطفى، اين انت يا مصطفى؟ هيجي حالا. هنبدا نعمل كالاتي، انا هاخد بس دي هنا كده على البرد. اول حاجه هاخد ده، عايزاه بس يزود لي الكريم كراميل ده، مش حاطط الظرف كله. بسم الله كده. اللبن اللي عايز ممكن يخلط شويه ميه يزود يعني ال الكميه، مفيش مشكله، بس انا بقول لحضراتكم اهو ادي الكريم كراميل الجاهز، معلقتين لبن بودره، معلقتين كريم شانتي. هنقلب. كريم شانتي ده ساده اللي هو مش محلى يعني، اللي هو بتجيبوه من عند العطار. عندي الكاكاو، يا اما كاكاو يا اما هتحطوا شوكولاته خام، يا ده يا ده. طيب عشان يبقى احنا استفدنا بالايه بالوصفه دي، اقلب بس شويه كده، وبعدين هحط طبعا انا عندي العسل، انا هستخدم العسل الابيض، مش هحط لهم سكر خالص، هحط لهم عسل ابيض كده. وصفه صحيه جدا للولاد، هيستمتعوا بيها جدا. اضيف شويه من الكريم شانسي، يبقوا معلقتين. هنقلب بقى كده. كريم كراميل بقى الجاهز ده بيدي طعم حلو قوي، اصلا الكريم كراميل مع اللبن لوحده احنا بنعمله لو جاهز هيبقى رائع، فما بال حضراتكم بقى لو محطوط معاه كمان طعم الشوكولاته او الكاكاو، معلقه كريم شانتي، هياكلوا طعم احلى من بره واوفر ان احنا نعمله. ضعفوا بقى، عايزين تحطوا التلات كده لبن وبعدين تضيفوا عليهم مثلا شويه ميه، ماشي 3 لبن لواحد ميه ممكن جدا برضو. انا همشي بقى ده العين اللي ورا، الريحه يعني بقت بقى خلاص بدا يعني فعلا ايه يقول انا الكشري اهو. هحطه هنا يكمل على نار هاديه، وهاخد الخليط ده. تسلم ايدك يا مصطفى. كده هزود بس شويه كريم كراميل،
هو ما حطش الباكت كله، كان حاطط لي نص. انا عرفت من يعني من من البوله. لا والله. طيب هقدر بقى انا ازود الكميه مع حضراتكم، شويه من الميه السخنه. نعمل كميه حلوه، حطينا الكاكاو الخام. هكمل بقيه، بلاش اللي هو المحلى، النوع المحلى بلاش منه من فضلك يا ندى، اكدي على انه الكاكاو المحطوط كاكاو خام. احنا حاطين كريم كراميل ليه؟ علشان يدي طعم حلو مع الكاكاو الخام، لكن يستفيدوا انه الكاكاو خام. ويا سلام لو معانا واحده شوكولاته 100 جرام او 80 جرام، عايزين حضراتكم تحطوها تسيحوها مع المعيار ده، هتبقى رائعه كده. بصوا روعه. هنقلب بقى، ريحته هتطلع. حطينا العسل الابيض مكان السكر، وطبعا انا حطيت الكريم شانتيه مش محلى. حابين تزودوا يعني وتحطوا المعلقتين الكبار دول محلى من اللي هو الاكياس، ماشي اللي يريح حضراتكم. هطفي هنا على الصوص بقى خلاص، ونقلب بقى هنا لحد ما يوصل للخليط ايه يتماسك معي. هبدا اصبه بقى. اعملوا لهم بقى فيه مثلا، عايزين تحسسهم جو بره قوي، جيبوا لهم اللي هي الكوبايات الصغيره الشفافه دي اللي بتبقى استخدامها كده بسيط، معايير صغنونه بياكلوها بيتبسطوا بيها لما بيسقع في الثلاجه، بيحبوه قوي، مرطب وفي نفس الوقت مفيد. الكاكاو الخام ده من الحاجات اللي بتساعد على انتظام اصلا حركه الامعاء، وبيقلل كتير الاصابه بالجلطات. عايزه اقول لكم ناس كتير قوي لما بتحب تاكل شوكولاته تشعر بالسعاده، يعني بتاكل قطعه من الشوكولاته الخام دي، مش باللي بالسكر او مش باللي باللبن، بيقلل نسبه كوليسترول في الدم. نقدر نعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لكم بيديهم باور حلو قوي، يعني الشوكولاته الخام والكاكاو ده بيدي باور للولاد حلو قوي. بيساعد على الانتباه والتركيز المخي، يعني بيساعد في الحته دي قوي. عشان كده دايما يقولوا ايه، ادوها لهم في اول اليوم، يعني لما اديهم حتى حاجه يجوا ياخدوها يحلوا بيها في اول اليوم تعلي الباور بتاعتهم. وطبعا غني بمضادات الاكسده كلها عشان تبقوا حضراتكم بس عارفين. بصوا بقى بقلب كده فيه لحد ما يبدا الخليط ده يتقل معايا. وليه انا بفضل اقلب فيه كويس على البارد؟ عشان اضمن ان ما فيهوش اي تكتلات. طب هفترض لا قدر الله، لا قدر الله يعني تكتل من حضرتك وانت بتعمليه، هنصفيه. بس طبعا احنا اتفقنا ان الطريقه الاولى في اي حاجه من الحاجات دي، الاول نعمل ده على البارد وبعدين نحطه على النار ونبدا نتعامل معاه ونبقى مركزين، عشان ما نبقاش مهتمين بايه، بان احنا نقلب او نضيف مكونات ويتلسع مننا من تحت. احنا عايزينه نفضل ايدينا فيه لحد ما نصبه ونحطه يبرد بره شويه على الرخامه، وبعد كده نغلفه وندخله عشان ما يعملش قشره. لازم تغلفوا البودنج ده عشان ما يعملش قشره. فطبعا ندخله الثلاجه، الولاد بياكلوه، حتى الاطفال الصغيرين هيحبوه قوي وهيبقى مغذي ليهم جدا. في ناس ممكن تعمل ده، والكبار طبعا اللي بيحبوه، لكن نقدر نعمل ده. طب لو عندنا كاستر اصفر وانت عايزه تعمليه مثلا كاستر، تعملي منه شويه كاستر وتعملي منه مثلا بالشوكولاته، هتضيفي عليه شويه من الشوكولاته المذابه اللي هي الدارك دي، هتقطعيها او تحطيها في حمام ميه وتضيفيها على الكاستر وتقلبيها، ويبقى برده عندك الكاستر بالشوكولاته بديل الكريم كراميل. والكاستر كمان بيتعمل في البيت، انا شايفه انه احلى من الجاهز مليون مره، يعني اوفر واحلى. مش بقى اوفر، هو مغذي اكتر، لانه بيبقى فيه صفار بيض ويبقى فيه لبن، بناخده على النار وبنسويه، فبصراحه بيبقى مغذي قوي للولاد للامانه. يعني فاي حاجه في البيت حضراتكم بتعملوها باقل الامكانيات بتطلع، لكن الطعم ده هيعجب الولاد، لان انا عارفه انهم بيشتروا ده. بشوف امهات كتير حقيقه كان وقت المدارس يعني تقعد تقول له ده كفايه، ده لا بلاش ده، وحاجات كلها حافظه وكده. وبعدين قلت طب ليه احنا ما نعملش وصفه، فضلت انا لان انا ولادي بيحبوه جدا، فانا ليه ما اعملش وصفه ممكن تتناسب مع الطعم ده، نوصل لطعم حلو كده. فضلت لحد ما جبت، يعني مش عايزه اقول هو بالظبط، لكن قربت منه بشكل كبير جدا، ما يحسوش بالفرق ده. وبدات اجيبه في العلب اللي هي دي اللي بقول لحضرتك الشفافه الصغيره، وتتقفل وتحط في التلاجه كانه جاهز، عشان ساعات الولاد في البيت رافضين مبدا ايه،
خلاص بقى في البيت ما احنا نجيبه جاهز حلو من بره، قال يعني الجاهز ده يبقى احلى. ما هو كله منكهات وكله مواد حافظه وكله اسانسات طعم، بس مفيش فايده خالص، يعني مفيهوش فايده خالص. فده انا بحترم الاماكن اللي لما الواحد يروح يبقى نفسه ياكل شويه ام علي، بحب ام علي قوي. فما يعني الام علي دي احترم المكان اللي بيعملها حقيقيه ويحط لها اللبن ويقول لي معلش هي شويه بس، اديني حضرتك نص ساعه بس عقبال ما تجهز، ما يجيبش بقى حاجات جاهزه ويروح حاطط لي الباكت ومصبب لي فوق اللبن. بصوا بقى الكشري مفلفل وحلو، هنبدا دلوقتي ايه نقلبه تقليبه حلوه، وهنضيف بقى جنبه المكونات بتاعته ونرصها رصه حلوه. بدا اهو بصوا هياخد الخليط، زي ما قلت لكم انا زودت للتلات كوبايات لبن كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده، حطينا شويه من اللبن الباودر، شويه من الكريم شانتي. عايزه اقول لكم هي بس النار هنا، خليني اعلي سنه حلوه اهو كده. وهنبدا بقى انا مش عايزه اسيبه لحد ما ياخد القوام الحلو، هوريكم القوام الحلو ايه هيبقى زي ايه عشان تطمنوا ان هو تمام. ده لونه اللي عايز يضيف هنا ممكن حوالي 80 جرام من الشوكولاته ممكن، بس بلاش بقى تبقى خام، احنا حطينا كاكاو خام، ممكن تطعموا بقى بالشوكولاته 80 جرام دي اللي هي ايه شوكولاته باللبن، تدي طعم حلو قوي مع الولاد، او لو عندكم اللي هي الشوكولاته القابله للدهن. وافضل حضراتكم تعملوها في البيت، وهنعملها مع بعض، هنعمل يوم ان شاء الله خاص بس بالحاجات اللي هي كريمات الشوكولاتات والحاجات اللي ممكن زبدة الفول السوداني، الحاجات اللي ممكن بنشتريها من بره غالية لكن نقدر نعملها في البيت ونعملها بحاجة أصلي ومريحة. أنا هغرفه دلوقتي حالا، تعالوا نعمل كده بسم الله. هاخد كده الطبق، أنا عايزة أعمل بولة كده صغيرة هقلب فيها الإيه دي كويس. اوكي ايوان يا سلام. عايزه اقلب حاجه جامده شويه، خليني اقلب كده بدي ماشي. بصوا بقى الله 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 الله, الله. يا سلام كده معلقه كبيره اعمل كده عشان انا عايزه اقلبه كده بقالب يعني يعمل لي شكل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم الله. طبعا شويه كشري عظمه، نقلب هنا تقليبه كده بسيطه. ربنا يخليكوا يا حبايبي. يا سلام نقلب كده طبعا واحنا عايزين حاجه تظبط معانا على طول لازم نكبس والحاجه سخنه عشان تمسك كده شويه وتاخد الايه القوام يعني، فما تفكش من حضراتكم لما تيجوا تقلبوها. بسم الله. شايفين الجزر ده كمان بيدي كده لون وشكل وطعم كده، ولو حضراتكم مش عايزينه يبان خالص يبقى زي ما اتفقنا ايه نخليه بيوري خالص ملوش يعني مش مبشور اهو هنا كده. يا سلام. هنعمل بقى كالاتي، استنوا بس ثانيه واحده حالا. لا ما انا هعمله لك بقى بطريقه ثانيه يا استاذ سمير اسمح لي، انا هقلبه الاول بسم الله. اوبا هنا هرفع دي كده هقلب دي تقليبه اخيره خلاص هيبدا يربط اهو، وهبدا بقى اجيب البيض القمر ده. وعندي الصوصيره انت حطيتها لي فين يا مصطفى؟ اهي تسلم ايدك. هحط فيها الصوص بسم الله الرحمن الرحيم
الصلصة بتاعتي، ما عنديش لوش هنا، اخد من هنا شوية كده كده. بسم الله، الريحة روعة. الله الله، بسم الله، يا سلام. كده، وخليني ايه امسح الحروف قبل ما ايه، انا بسيب القالب كده زي ما حضراتكم شايفينه، سنه بس يبقى متماسك ومحافظ على شكله. هنا ونقلب تقريبا، بدا يغلي. بصوا هياخد القوام دلوقتي البودنج ده اهو، وخليني بس اجهز هنا. بسم الله، هنا يا سيدي، و من السكاكين الحلوة ممكن اخد كده ايه كاتنج بورد، واخد البيضة ده. يا سلام، ونقلب هنا تقليبة. الله، وحاضر ممكن بس بسم الله، شايفين الجمال؟ هنعمل بقى كالآتي، شوية بقى من الصوص ده، حاضر. الطبق على هناك على طول يا فندم. حاضر يا حبايبي، وشوية البصل المقرمش، كده ممكن بقى ايه فلفلاية كده. يلا بينا نقدم العدس او الكشري الاسكندراني، صحة وهنا. والصلصة جنبه، وطبعا هستسمح حضراتكم يعني هنطلع ليه استراحة، وهنرجع ان شاء الله نوري حضراتكم قوام البودنج بتاعنا عامل ازاي، ونقدمه مع بعض، نشوف الوصفة اللي عندنا بعد كده ان شاء الله تعجب حضراتكم. في انتظاركم.